تجارة، ما انا كانش خريج ليك تجارة. علاقة بال اوكي. المسرح يعني خدك بالظبط. وواضح ان انت مش بس كنت مكتفي بيه، انت فخور بان انت قعدت سنين في مسرح الثقافة الجماهيرية. بالظبط كده. لانه يعني عايز اقول ان احيانا بينتابنا وهم ان احنا بنغير العالم من خلال المسرح، وهو وهم جميل ولذيذ ليه وهم؟ ولازم نصدقه، لان احنا ما بنغيرش العالم، بس لكن بتغير الـ البيئة اللي حضرتك منها، هو ده بقى اللي اللي انا عايز بتتحرك اقوله. فيها. انا المهم ان انا بغير في بنية البشر. يعني المسرح بيفتح منافس في التفكير، في المعرفة، فانك تكوني مؤثرة في مجموعة من البشر حتى لو مجموعة محدودة، ده شيء عظيم جدا. وبتكتشفي اثره بعد عشرات السنين لما تقابلي حد يقول لك انا اشتغلت معاك في مسرح الجامعة سنة 90 في مسرحية كذا، وتلاقي بقى عنده اهتمام ثقافي وفني حقيقي. طبعا. و ايه داخله ولا لا لا ادخل؟ لا 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 بتنفس بس. اخر عمل مسرحي هو روميو وجولييت. كتمثيل. اتكلمنا مش عنه. روميو وجولييت. مش روميو وجولييت. ده مش ايه ده، انا ما خدتش بالي من المش. مش روميو وجولييت. احنا بننفي ان هو روميو وجولييت. مش روميو وجولييت. اتكلمنا عن العرض ده لان هو كمان كان بيتعرض تقريبا كل يوم ما عدا الاربعاء. وفل وما زال وما زال ما وفل شاء الله. كومبليت. كلمنا عنه. طبعا الاستاذ عصام السيد انا اعرفه كمخرج من زمان جدا، طبعا هو مخرج قدير، لكن ده اول مره يستدعيني للتمثيل معاه. وبعدين لما رحت هناك لقيت مشروع فني طموح جدا، مسرحيه غنائيه من الالف الى الياء. عشان كده هو سالني عن موضوع الغنى، هل في قدرة على الغنى ولا لا؟ وبعدين لقيت ان انا هغني جنب الاستاذ علي الحجار. علي الحجار طبعا. فقد كده المشروع مغامر بما يجعله شيق جدا طبعا. يعني ويبقى فيه كمان تحدي كبير يعني. فاحنا بنقدم عرض من بطولة الاستاذ علي الحجار والسيدة رانيا فريد شوي، الفنانة الكبيرة الرشيقة الجميلة جميلة الروح كمان. طبعا رانيا جميلة جدا. وميدو عادل وآسر علي، ويعني مجموعة كبيرة من الشباب العظيم جدا تحت قيادة الأستاذ عصام السيد المخرج صاحب التاريخ الكبير طبعا على خشبة المسرح القومي، أعرق خشبات مسارحنا على الاطلاق. كلمنا عن علي الحجار الفنان الجميل الكبير وكواليسه ايه في المسرح العوده. العوده بعد فتره طويله جدا. يعني انا مهما اقول هيبدو انه كلام مجامل، لكنه بالفعل انا ما كنتش متصور انه بهذا الجمال، بهذا الرقي، بهذا التواضع. فنان فنان بجد. فنان كبير جدا ومتعاون مع الجميع وبيتعامل مع الجميع بمحبه بالغه جدا يعني. فانا سعيد ان انا حتى في مره قلت له المفروض ما يدونيش فلوس، انا كفايه ان انا كل يوم بستمتع بغناك على المسرح. انت عندك مشكله مع الفلوس؟ ما بتحبهاش ليه؟ ايه الموضوع؟ لا هي اهملتني زمان اهملتني. فانا اهملتها دلوقتي. بيرد لها الصعصعين طبعا.